انا بيكون اشرح لي وموضوع جديد وتخفيض التصنيف الائتماني لاكبر 5 بنوك مصرية، والموضوع ده هل في ضرر على فلوس الناس اللي حاطه فلوسها في البنوك ولا ايه الموضوع، وايه هو التقرير اللي اتعمل على ال5 بنوك دي، وكان من شأن التقرير ده ان هو ادى لتخفيض التصنيف الائتماني للبنوك دي، وبعد تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك ديت هل في خطر على فلوسنا في البنوك، وممكن البنوك ما تقدرش تدينا فلوسنا سواء بالعملة المحلية او بالعملة الاجنبية خلال الفترة القادمة. هنتكلم عن كل ده في حلقتنا النهاردة، فتابعونا للاخر لمعرفة جميع التفاصيل. اهلا بيكم متابعي قناة شرح لي، وقبل ما نبدأ في موضوع الحلقة بشكركم جميعا وعلى دعمكم، وحابب برضو ان احنا كلنا ندعو من كل قلبنا ونبعت خالص حياتنا لاخواتنا في فلسطين، وربنا ان شاء الله ينصرهم ويثبت عزيمتهم ويعني يرجع لهم حقوقهم، وربنا معاهم ان شاء الله. واتمنى من كل اللي هيشاهد الفيديو دوت وحلقتنا يدعي لكل اخواتنا في فلسطين وفي اي مكان فيه ناس يعني مستضعفين ومغلوبة على امرهم كده، وان شاء الله بنحتفل قريب بنصركم ونصر الناس المستضعفين كلهم على الناس اللي يعني معرفوش لا دين ولا ملة وبياخدوا ومغتصبين للاراضي والاعراض. ندخل بقى في موضوع حلقتنا النهاردة وهي مؤسسة موديس، المؤسسة الأشهر في التصنيفات الائتمانية، المؤسسة المتخصصة في تصنيف المؤسسات المصرفية. موديس أعلنت إن هي خفضت التصنيف الائتماني لأكبر 5 بنوك مصرية، وهما البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك السي أي بي وبنك الإسكندرية. طبعا تخفيض التصنيف ده جه بعد اسبوع واحد من تخفيض نفس المؤسسة موديز لتخفيضها لتصنيف مصر الائتماني من B3 الى CAA1، وبالتبعية خفضت تصنيف البنك الاهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك السي اي بي وبنك الاسكندرية من B3 الى CAA1. ولو لاحظتوا ان تصنيف مصر ماشي مع تصنيف البنوك، ماشيين الاتنين مع بعض بنفس الدرجة. هما يخفضت ال4 بنوك اللي قلنا عليهم القاهرة ومصر والاهلي والسي اي بي من بي 2 الى سي اي اي 3، ولكن خفضت بنك اسكندرية من بي 2 الى بي 3. ده الوحيد اللي اختلف. اول حاجة هنتكلم في موضوع التخفيض، هقول لك الاول اول حاجة جت في تخفيض موديز وبعد كده نتكلم في خطر ولا لا. موديس بتقولك ان تخفيض تصنيف البنوك دي بسبب ضعف الجدارة الائتمانية السيادية للبلاد بسبب تراجع قدرة الحكومة على سداد ديونها واستمرار نقص العملة الصعبة، والقصة دي كلها بسبب موضوع العملة الصعبة والدولار، وان الحكومة مش قادرة توفر الدولار ومش قادرة تعوم الجنيه وتلتزم بشروط الصندوق. ده كله ادى الى انها خفضت تصنيف مصر الائتماني، وبالتبعية لازم طالما خفضت تصنيف البلد كلها لازم تخفض تصنيف اكبر بنوك فيها. فده مش معناه انها بتقول ان في ازمة في البنوك دي او في مثلا نقص سيولة في البنوك دي، فهي بتقول لك ان طبيعي طالما خفضت التصنيف الائتماني بتاع البلد كلها فطبيعي انها لازم تخفض التصنيف الائتماني بتاع البنوك الكبيرة فيها. وده حصل من فترة يا جماعة، ان موديز خفضت تصنيف مصر الائتماني من B2 الى B3، وبرضه كانت خفضت نفس البنوك دي من B2 الى B3، وبالتبعية نفس الكلام حصل دلوقتي. ولما خفضت التصنيف الائتماني قبل كده ما كانش معناه ان في ازمة في البنوك، بدليل ان ما حصلش اي ازمة قبل كده في البنوك الحمد لله من ساعتها، والبنوك مستقرة سواء في العملة المحلية او العملة الاجنبية. في نقص في العملة الاجنبية في كل البلد حتى في البنوك، ولكن حضرتك لو ليك اي حوالة ولا اي حاجة بتاخدها من البنوك. فاللي عاوز اقوله ان ما حصلش اي ازمة حتى لما خفضت تصنيف البنوك دي من B2 الى B3، وهي برضو بتقول لك برضو نفس الكلام دلوقتي ان التخفيض ده اجراء روتيني واجراء طبيعي طالما خفضت التصنيف الائتماني بتاع البلد. برضو مودز قالت في التقرير بتاعها انها ادت نظرة مستقبلية مستقر لجميع تصنيفات الودائع طويلة الاجل في البنوك، والنظرة دي بتتوافق مع النظرة المستقبلية المستقر للحكومة. فبتقول لك ان الحكومة ليها نظرة مستقبلية مستقرة خلال الفترة اللي جاية، وان هي قادرة تسد ديونها، وبرضو المؤسسات المصرفية اللي هي البنوك دي قادرة ان هي تلتزم وتوفي بالتزاماتها خلال الفترة اللي جاية، وان هي برضو كمان قادرة ان هي تولد ارباح من العملة المحلية تخفف الضغط شوية على العملة
الأجنبية. فالسؤال بقى دلوقتي، هل الناس اللي حاطة فلوسها في البنوك تخاف؟ هل تقلق؟ هل في قلق على فلوسك في البنوك؟ هل الناس تروح تسحب فلوسها لحسين يجوا في وقت يقول لك مفيش فلوس ولا فلوسك ضاعت عليك؟ لا، الكلام ده كله يا جماعة كلام غلط. مفيش أي قلق خالص على فلوسك في البنوك، وما تقلقش حضرتك ولا ان انت تخاف على فلوسك. الفلوس مضمونة بضمان البنك المركزي، ومحدش يقلق ولا يقول ان انا اروح اسحب فلوسي. دي كلها دي عمليات ودي حاجات يعني روتينية لازم تتم، وتخفيض التصنيف ده ما يقولش ان فلوسك ضاعت عليك ولا الكلام اللي حضرتك ممكن تفكر فيه او اللي ممكن بعض الناس يستغلوه ويقعدوا يشوشروا بيه على الـ يعني الـ الناس وعلى البلد وكده. وايه والدنيا اصلا مش ناقصه اصلا، اي حد بيلاقي اي حاجه من الناس اللي بتحاول تحدث اي بلبله واي كلام ده ما بيصدق ويتكلم فيه. ففلوس حضرتك في امان مش في خطر، ما تقلقوش على فلوسكو اللي محطوطه في البنوك، مفيش اي قلق. وزي ما قلت لكم ده اجراء طبيعي واجراء روتيني، والبنوك مستقره ما فيهاش اي مشكلة. ليك فلوس بالجنيه المصري، ليك فلوس باي عملة تانية، هتاخدها حضرتك زي ما هي. علشان زي ما قلنا الناس اللي بتعمل زهرة للناس وتقول له روح اسحب فلوسك، شغلها في حاجة تانية، اشتري بيها معرفش ايه، اعمل بيها ايه، يعني الفلوس ما تلاقوش عليها يا جماعة. مفيش اي قلق، والاوضاع كلها طبيعية داخل البنوك. الناس انا بتكلم عن الناس اللي حاطة فلوسها في البنوك وخايفة وقلقانة من اللي احنا بنقوله ده او من اللي هي بتسمعه، ما تلاقوش ان شاء الله مفيش اي حاجة، وصبوها على الله مفيش حاجة خالص يعني. وزي ما قلنا ده اجراء روتيني، اجراء روتيني، وكان حصل قبل كده وما حصلش اي حاجه. فلوسك بعيد عن كل الكلام ده كله، دي شويه اجراءات لازم تتبع، لكن فلوسك في البنوك زي ما هي، سواء في شهادات او في ودائع او في حسابات جاريه او توفير، مفيش اي حاجه. وما تقلقش خالص على فلوسك اللي في البنوك، وزي ما قلنا سواء كانت الفلوس دي بالجنيه المصري او بالدولار او باي عمله تانيه، مفيش قلق على فلوسك كمودع في البنوك. وبالتالي مفيش اي داعي زي ما قلنا وبنقول تاني، مفيش اي داعي للقلق ولا للخوف ولا للذعر اللي ممكن حد يستغل خبر زي كده يكون قراه او يكون سمعه مثلا في قناة زي قناتنا او في اي قناة، ويحاول ان هو يعني يوهم الناس ان خلي بالكو قالوا كذا وده معناه ان فلوسكو دي حاجة يعني مرحلية، وفلوسكو بعد كده يقولوا لكم الفلوس مش موجودة او مش هنقدر ندفعها دلوقتي، خلي بالكو روحوا خدوا الفلوس. كل الكلام ده يا جماعة كلام مش حقيقي، وما تسمعوش كلام حد. وفعلا على مسؤوليتنا ان شاء الله الشخصية مفيش اي حاجة هتحصل من اي نوع، انتوا في مأمن ان شاء الله حيث موضوع فلوسكو وباي عملة انتوا حاطينها وهتسحبوها بنفس العملة، سواء كانت بالدولار او باي عملة تانية او بالمصري، مفيش اي مشكلة خالص. فده كان موضوع حلقتنا النهاردة، وده اللي كنت طالع اقوله لكم. ان شاء الله مفيش اي حاجه، واتمنى ان احنا نكون خفاف ظراف كده، ونتمنى نعتذر عن عدم التطويل في الفيديو. وما تنسوش اللي لسه مشتركش في القناه يا ريت يشرفنا وينورنا ويدعمنا ويشترك في قناتنا، وما تنسوش اللايك والشير، اللايك كتير والشير يا جماعه بتاخدوا بيها حسنات وثواب. ازاي؟ ان حضرتك لو بتعمل كله بتعمل لايك كله بتعمل شير بتكون سبب في ان حد يلاقي الفيديو دوت، يكون بيدور عليه ده او غيره، سواء في مجال المعاشات او مرتبات او في اي مجال تاني يكون حد بيدور عليه. بسبب اللايك اللي حضرتك بتعملها بدون اي تعب بيلاقي الفيديو، وان هو بيقدر يحصل عليه، وتحمد ربنا ان حضرتك كنت سبب في ان هو لقاه، وان حضرتك عندك درايه عنه، وده في حد ذاته حاجه كويسه، بتاخد ثواب. وهو برده بيلاقي اللي هو كده وبيدعي لك او بيدعي للناس اللي كانت سبب في ان هو يلاقي الفيديو ده ويعرف ايه اللي هو عايزه. وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس او الاختيار قول او كل عشان يوصلكم كل جديد. اسف مره اخرى على الاطاله، كان معكم سيد شاكر من قناه شرح لي، اشوفكم على خير.